شعيب نصر، كنتمي للمدينة الجديدة من مواليد 1992، وعداء كنتمي لنادي الشرف الجديدي لألعاب القوى بمدينة الجديدة. واليوم أنا بغيت نوضح لا نزيد نوضح على ما جا في الفيديو في اشواق.com اللي كنصرح فيه بشي وقائع وقعت في نصف ماراثون الدولي بمدينة الجديدة و10 كيلومتر يوم 22 ماي 2016. وفي ذاك الفيديو كنتحدث بعشوائية وما وصلتش الفكرة كيف ما خصها توصل بحكم العصبية وبحكم داكشي اللي وقع في ذاك النهار. اول حاجة حنا كيف ما زرات العادة تنظم اول نصف ماراثون دولي من هذه جوج سنوات، وكيف ما كيعرف الجميع كانت عرفات منصة تتويج المحليين بمدينة الجديدة واللي كيحتلوا مراتب متقدمة، ماشي غير التتويج ديالهم فقط، ماشي عدائين هويين. لحقاش هاد الفكرة ديال تنظيم هذا الماراثون كانت على الأساس من الأول، لأنه كان ملاحظة عدائين برزوا في هذه المدينة رغم أنها كتنتمي لمدينة ساحلية واللي صعيب باش دير فيها واحد النيفو كبير في نيفو مزيان في رياضة الجري. المهم درس الدورة الأولى، درس الدورة الثانية في 2015 اللي عرفت حتى هي تتويج العدائين المحليين، واللي كنت من ضمن العداء الأول في المحليين وأنا في الرتبة الأولى والزملاء ديالي في الرتبة الثانية والثالثة، واللي في ذاك الدورة اللي فاتت خدينا مستحقات ديالنا، مستحقات مالية وجوائز تحفيزية، وأصلا وأيضا تم التتويج ديالنا كباقي العدائين اللي كانوا في الأوائل لكينيا وإثيوبيا. اللي الغريب في الأمر هو كنت فاجئ في هذه الدورة أنه الأربع الأيام قبل السباق كان اجتماع مع الجمعية مازاغان ماراثون اللي وعدتنا بأنه غادي ناخذوا الجوائز المالية ديالنا والتحفيزات ديالنا وغادي نطلعوا البوديوم كباقي الدورات، وتسلمنا الصدريات ديالنا بالمجان. اللي ثار الاستغراب ديالنا هو يوم السباق شاركت انا والزملاء ديالي اللي انا استطعت ندخل من الستة الاوائل في الترتيب العام والاول في المحليين، وايضا الزملاء ديالي في نصف ماراثون. فاش سال السباق جاو الساده المسؤولين بمدينة الجديدة وتم تتويج العدائين الاوائل. في الوقيتة اللي كنتسناو التتويج المحليين تم يعني نفونا بطريقه عشوائيه وقال لك ما ان احنا نسينا ما هادشي ما كاينش، شويه كيقول لك حنا غنحيدوا المحليين. هادشي ما تم حتى مشى السيد الباشا اللي كان غياب ديال السيد العامل، جا في المكان ديالو السيد الباشا، هما استغلوا ديك الفرصه حتى مشاو المسؤولين وقال لك بان احنا ما غنديروش لكم داكشي. علاش جا الفيديو ديالي بواحد الطريقه اللي ماشي احترافيه. المهم بغيت نصرح بانني كنت في الفيديو السابق شرت لبعض المسؤولين في المدينه، ولهذا لان الناس ديال جمعيه مازاغان ماراثون قالوا بان الناس ديال البلديه والعماله هما اللي خذوا المستحقات ديالنا، يعني هما اللي ما بغاوش يتوجوا المحليين. وانا فاش مشيت البارحه مشيت عند السيد الباشا، دخلت عنده بالبلديه، صرح لي بانه ما كانش عارف على هذا المشكل ديال المحليين، وبانه خدا من عندي الرقم الهاتف ووعدني بانه غيتصل بيا وغادي يقول لي شنو واقع من بعد. المهم بغيت نوضح واحد الفكره اللي من الاساس ديالها، لان الناس ديال جمعيه مازاغان ماراثون الهدف ديال هذه الجمعيه هو تشجيع الرياضه ويعاونوا لي جون الرياضيين. العكس اللي كنشوف انا هو كل مره كنتفاجئ بان هاد الناس المسؤولين ديال هاد المكتب ديال جمعيه مازاغان ماراثون كل تقريبا كل شهر كيمشيو يلعبوا في دوله في دول العالم،
وما كيمشيوش ما كيديوش معاهم هكا شباب اللي غيستافدوا من دوك الخرجات ولا غادي تيمشيو هما شخصيا المكتب هو اللي تيلعب وتيشارك سباقات كيلعبوا بار لا فورم يعني بحال قلتي دار فوتينغ في اوروبا وجاي ملي كتجي ديك الاموال باش كيمشيو هذوك الناس وكيجيو علاش هاد الناس واش غرباتهم 5000 درهم يقسموا على ثلاثه ديال لي زاتليت في مدينه جديده باش يشجعوهم ويزيدوا يحبهم في الرياضه بين قوسين حنا النادي ديالنا اللي هو نادي الشرف الجديدي كنشاركوا معاه في سباقات اللي ضمن الجامعه يعني هذيك كتكون تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الايو وكنحتلوا مراتب جد متقدمه واخر رتبه كانت مزيانه هي العام اللي فات في بطوله المغرب بمدينه الحاجب احتلينا الرتبه 11 في المغرب من اصل 196 نادي واكثر المهم كنتمنى من الناس ديال المدينه الجديده والمسؤولين باش يعطوا تفسير في اقرب وقت على هذا الشيء اللي وقع في هذه الدوره وانا من هذا المنبر تنأكد بان الدوره المقبله ما يمكنش ليها تنظم ولو ما عرفتش شنو وقع الا ما كانش واحد القيمه واحد المكانه تعطات للناس المحليين لحقاش حنا اللي دخلنا لاتليسيزم لهذه المدينه وبسببنا كيوقعوا بحال التظاهرات وخصهم يعاونونا ويهزوا بيدينا وشكرا.